السلام عليكم. نقوم بعملية المونتاج الإطار أو البرواز على المسافة النحلية 3.5 أو 35 مليمتر. العملية يجعل الأضلاع الأيمن والأيسر السفلي والأفقي مقاسات ستة وعشرين ثلاثة ونص جوج سبعة وثلاثين ونص الأفقي سبعة وأربعين تقريبا سبعة وأربعين ونص أفقي سبعة وأربعين ونص عيد ستة وعشرين عرض ثلاثة ونص السمك ديالو السمك ستة مليمتر خمسة ونص طول السفلي سبعة وثلاثين ونص تقريبا سبعة مليمتر تقريبا سنتيم أفقي طول سبعة وأربعين ونص. نقوم بهذه الحفرة الداخلية لنقوم بإثبات الشمعة. شمعة شريط صغير يكفي أو كبير، لكن شريط كبير لاقتصاد من الشمعة، ويقوم بشمعة طبيعي 100%. على بركة الله نقوم بإثبات الأفقي. نقوم بوضع الغراء أو الكولة هكذا، تقريبا جوج سنتي 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 جوج سنتي. نقوم بإثباته بالمسمار المطرقة أو مسمار المطرقات الهوائية. يكفي واحدة الآن. نقوم بوضع الغراء للثاني. دائما المسافة الآن نضع السفلي دائما لا بد أن نضع غير فوق هكذا ونثبت الجميع. هذا أطول شيء ما.
انتبه عليك ان لا تضع يديك تحت المطرقة. للأمان عليك الابتعاد من هنا، من هذه المنطقة. عندما يخرج من الصفر للجانب لابد أن تقوم بتقسيسه. يكون هكذا السفة النحلية هنا على الشكل هذا، هذا الشكل السفة النحلية متوازيان. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.